ألقت الباحثة والكاتبة الدكتورة فيحاء عبد الهادي محاضرة بعنوان المرأة الفلسطينية الرائدة في المجالات المختلفة في دارة الفنون. المحاضرة ومحاورها بالتقرير التالي. عقدت دارة الفنون في الويبدي محاضرة للكاتبة الفلسطينية فيحاء عبد الهادي والتي حملت عنوان ريادة المرأة الفلسطينية. حضرها عدد من الكتاب والمؤرخين والمؤرخات والمهتمات بتاريخ المرأة الفلسطينية. إحنا بنقصنا إن نروي حكايتنا، روايتنا الفلسطينية، رغم وجود بعض الروايات الشذرات اللي كتبت فيها. طبعا في مجال كتير وفي بعض البحوث وبعض الشذرات اللي كتب فيها روايتنا، ولكنها لم تكتب لسه بتفاصيلها بعد، ولسه احنا بحاجة لانه روايتنا تكتمل ونكتبها فصلا فصلا حتى نقابل فيها زيف الرواية الصهيونية اللي عمالها بتحاول تثبت رواية غير الرواية الفلسطينية. ففعلا احنا لما بنكتب حكاية نملك المعنى تماما. وتحدثت الكاتبة فيحاء عبد الهادي خلال المحاضرة عن أهمية أرشفة أعمال المرأة الفلسطينية ودورها في الثورة الفلسطينية منذ بداية الثلاثينات حتى نهاية الثمانينات، وعلاقة المرأة الفلسطينية والعربية بالحياة السياسية، مشيرة إلى الفرق بين دور المرأة المدنية والمرأة الريفية في الثورة وتطور الحياة السياسية الفلسطينية. الحقيقة أول سؤال بيجي على بالنا إنه من يصنع التاريخ ومن يكتب التاريخ؟ هي الفلسفة اللي بدينا إحنا نشتغل من خلالها في الحديث عن الرائدات والتنقيب عن الرائدات اللواتي لم يعرف عنهن إلا القليل أو لم يعرف عنهن بتاتاً. من يصنع التاريخ إحنا؟ مؤرخات للتاريخ الفلسطيني ومشاركات في محاضرة ريادة المرأة الفلسطينية عبرن عن إعجابهن بأسلوب الكاتبة فيحاء واهتمامها بأرشفة تاريخ المرأة الفلسطينية ومقابلة النساء الفلسطينيات في الداخل والشتات، والتي سلطت الضوء على مشاركة المرأة في العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني. المرأة لها دور فعال في النضال الوطني، في بناء أسرة، في بناء مجتمع قوي. لابد من وجود المرأة، فهي أساس أي حياة. المحاضرة مهمة لأنها توضح تاريخ المرأة، كيف بدأ في نضال وفي الدفاع عن وطنها، في الدفاع عن بلدها. المرأة ليست للمطبخ فقط، ليست للتربية الأطفال فقط، نحن نملك عقول، نملك روح لها أساس من الكفاح، أساس من العطاء اللامحدود لبناء مجتمع سليم. المجتمع السليم هو الذي يعتمد على فكر المرأة، شخصية المرأة القوية بالعطاء، بتربية الأطفال، بالوطن. الوطن أغلى ما نملك، أغلى ما يمكن أن نعطي له من كل شيء، من أطفالنا، من زواجنا، من حياتنا، يجب أن يكون للوطن. والله المحاضرة عجبتني، يعني لخصت التاريخ، يعني ما شاء الله من 36 وصلت ل 1986، وما شاء الله يعني سمعت عن أسماء يعني أول مرة بسمع فيها، وما شاء الله يعني في نساء خالدات ونساء يعني ما شاء الله لهم دور يعني قيم في الثورة الفلسطينية وبالنضال الفلسطيني ما شاء الله. مثل هذه المحاضرات أو الجهد النسوي في توثيق القضية الفلسطينية من خلال المرأة مهم جدا، خصوصا التوثيق الشفهي، لما تبحث عن الحقائق من الناس اللي عايشين أو من الناس من الذاكرة. فعمل مهم، وأنا بستعمل هذا النوع في كتبي. أنا كاتبة لي 5 كتب، منها صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن، وثقت القضية الفلسطينية تحت الانتداب البيروقراطي الثاني من خلال الصحافة الفلسطينية نفسها. أخذت كوتس ومقالات، وكيف الدكتورة وثقت عن طريق المرأة. أنا نفس الشيء عندي كتاب اسمه القدس والبنت الشلبية عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية تحت الانتداب.
وتضمنت المحاضرة عرضا لصور وقصص نساء مؤرخة عاصرن الثورة الفلسطينية منذ بداية الثلاثينات ودورهن في إنجاح العمليات العسكرية آنذاك في الضفة الغربية والقدس.